يسعد مساكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي نبض الاتحاد، وبتعمنا لهذا الأسبوع استضافة الأستاذ علي أحمد الزيودي. بداية أستاذ علي، أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. خلينا في البداية يعني نتعرف بشخصك الكريم أكثر بعيدا عن الألقاب. علي الزيودي مين هو؟ علي أحمد علي الزيودي، منطقة الحرة والأساس في دبا يعني. جميل. خريج جامعة الإمارات طبعا، بكالوريوس إدارة عامة. ما شاء الله، إدارة عامة واستشارات هندسية. في ميول من عندي للاستشارات. ميول هندسية. بس ترى المشكلة إنه الجامعة كنت أدرس أدب، الأدب طبعا ها شو ما يدخله. جميل. لازم يكون علمي. صحيح. وبعد ما أنهيت دراستك الجامعية؟ دراستي طبعا أنا من أول كنت أشتغل في الكهرباء. ترقيت طبعا، حطوا مدير قسم التجارة والكهرباء دبانة. نعم. كملت تقريبا 27 سنة وتقاعدت. بعد ما تقاعدت رجعت على الشغل الدوام. على الاستشارات. ايه. اللي هي كانت بأي سنة؟ اللي سنة يعني كنت فاتح المكتب سنة 99. كان يعني موجود وانت بشركة 2010 انا تقاعدت وتميت المكتب. وهو من 99 اساسا هذا المكتب موجود. من سنة 99. خلينا نرجع لل 99 احنا. ده. نحكي في البداية. كان عندي صديق اسمه سليمان الطيري وعنده مهندس سامي كريم جزاهم الله خير. هم شجعوني على هالفكرة. نفتح هم عندهم مقاولات. شجعوك على الفكرة بالرغم من انه يمكن الخبرة مش متواجدة في المجال. كان بدايتها بس كان عندي ميول ان افتح شيء هذا او ان اشتغل. لقيت تشجيع حول هذا الموضوع. هذا شجعوني من الجماعة هذا. فتحت مكتب، هم طبعا عندهم مقاولات. وانا فتحت مكتب استشارات وتعاوننا. تعاون يعني انت ما تعرضت للمشاكل اللي بتعرضوا لها الاستشارات مع المقاولين بالعاده؟ لانه كان هم منكم وفيكم يمكن. لا المشاكل الحمد لله ما فيها اي مشاكل. اذا صارت مشكله بين المقاول والمالك اجيبهم عندي في المكتب هنا. ما شاء الله عليكم. ونكون انا القاضي وهم متحاكمين. هم اللي متحاكمين. وبتحلها. والحمد لله رب العالمين. ما كان اي مشاكل. بعد ما فتحتوا هذا المكتب. وبلشت يمكن بهذا المجال. اللي صار انه بلشت تحقق شيء يمكن انت بترغب فيه، انت بتحبه. متى حسيت للحظه انه انت حققت اللي بدك اياه؟ يعني وصلت هيك للنشوه وقلت انا اليوم فعلا انا يعني اصبت لما اخترت هذا الاتجاه. حسيت بالشيء هذا يوم تقاعدت ورست المكتب هنا. في البدايه قبل ما تشتغل اي مشروع. ايه تراجع. من فاتحين من سنة 99 بس 2010 تقاعدت. لما تقاعدت وجلست جيت هنا وجلست وريت الجماعة وشفت المشاكل مع الجماعة وهذا تحس انك يوم تحل مشكلة واحد انت ترتاح نفسيا يعني. جميل. والحمد لله مشيت الأمور. الحمد لله. لو بدي احكي عن اكثر مشروع يمكن لليوم عالق في الذاكرة عندك، عملته هذا المشروع او المكتب عمل هذا المشروع وعمل نقلة نوعية للمكتب بالاستشارات الهندسية، عمل للاستشارات الهندسية اسم فوق اسمها. اكثر طبعاً مشروع. مشروع الشيخ احمد براهد. المكتوب جزاه الله خير. كان عبارة عن قصر على البحر هنا. وبعدين بعد بالنسبة لان الشيخ سعيد بن حشر مكتوب معنا، هذا يعتبر صديق لي يعني. ما شاء الله. سويت لي كذا فله يعني. هذا يعتبره يعني شجعوني على استمرار وعلى تطور. كانت في بدايه هذا المكتب ولا يعني؟ لا هذا سنه 2000 بفتره حديثه. ايه 2013 2004. كيف تطور هالمكتب من البدايه؟ كنتوا بس عم تشتغلوا مشاريع سكنيه، اليوم في عم تشتغلوا تورات ولا بس على السكني على التجاري؟ في محلات تصميم. محلات تصميم بنايات، تصميم جميل. فلل. جميل. عم تشغلوا على جميع صناعية. على جميع الاشياء، تصميم واشراف. جميل. ومساعدة في جذب هذا المقاول الاتفاق مع المالك. يعني برضو انتم بتتدخلوا ما بين المقاول. اذا المالك طلب منا ان ندور له مقاول، ندور له ثلاث مقاولين واقل سعر طبعا. في حال كان المالك المقاول من عند المالك. هذا شيء راجع لهم، احنا علينا ما نسوي لهم اشراف وخلاص. طلع لهم الرخصه من البلديه. نحكي كيف تطورت الصحاري للاستشارات الهندسيه. طورنا طبعا كل سنه نعمل كتالوج. نتخيل اشياء يعني جديده ونشوف اتجاه الشباب. شو اتجاههم وشو افكارهم اللي عندنا هنا. عم تاخذ يعني ندرس افكارهم وهذا. وصممنا طبعا كذا
كتالوج بالافكار هذا الجديد، كل سنه نسوي كتالوج، كل سنه نسوي كتالوج. لك مشاركه كبيره في هالتصاميم هاي؟ يعني بما انه رغبتك بها انا بس انا عندي توجيهات بس. هم المهندسين جزاهم الله خير اللي قايمين هم اللي حتى في بدايه فيها. اول ما بلشت في هذا المكتب ما كان لك يعني من خلال رغبتك في هذا المشروع ما كان لك تصاميم انت عملتها او لا انا ما عملت تصاميم انا بس اعطيهم الفكره افكارهم بيطبقوها هم يعملوا على الكمبيوتر لا اه جميل. اليوم مكتب الصحاري لاي مرحله وصل؟ والله الحمد لله مكتب الصحاري متقدم اليوم الحمد لله ان شاء الله بالتوفيق لكم اكيد. خلينا نحكي عن سر التميز والنجاح والاستمراريه من سنه التسعين احنا عم نحكي من التسعين لليوم عم نحكي تقريبا في 28 سنه هو بس اكثر شيء تحرك من يوم قاعدتنا 2010 لما طبعا كرمونا هاش برنامج الشيخ زايد بس كان كم مره كرمونا في شهادات موجوده هنا جميل بلديه طبعا كرمتنا كم شهاده تقدير وبسبب انه ندرب طالبات مال جامعه الامارات مهندسات يجون عندنا يتدربون برضه بتشاركوا في التدريب نشارك في التدريب يبعثوهم من الجامعه للبلديه والبلديه تجيبهم لنا احنا سر التميز عندكم ايش شو الفرق ما بين مكتب صحارى والمكاتب الثانيه؟ تعامل الناس تعاملك عند الناس انت يعني كيف اعتمدتوا على طريقه التعامل مع الكاستمر يعني شوف تسهل الشيء لين الشخص اللي هو اللي قاصدنك يعني جميل هذا سر نجاحنا تعاملنا اسلوب تعاملنا عند الناس هذا اهم شيء اهم شيء هذا كسب ثقه العائله الحمد لله كسبت الانسان هذا انت اذا تعاملته بشيء اذا تعاملته بصدق ومصداقيه خلاص الرجال اليوم اكتفيت لهون ولا لسه في شيء للمستقبل؟ اكتفيتوا لهالمرحله ولا لسه لا في شيء؟ لا لا الحمد لله ماشيين على قدام مشكلة ان شاء الله فينا نحكي اكثر عن هالمستقبل والخطط المستقبليه الرؤيه المستقبليه لكم؟ والله مثل ما قلت لك انا نسوي افكار وللمستقبل نشوف شو شو الجديد يعني واحنا نسعى للجديد هذا ونطوره بالتوفيق لكم استاذ علي اكيد وان شاء الله مزيد من التقدم والنجاح والاستمراريه ان شاء الله بارك الله فيك طبعا اليوم احنا موجودين في دوله الامارات بنعمه من الامن والامان الحمد لله الحمد لله هالتطور وهالازدهار الشيء اللي كثير ساعدنا لحتى نكبر باحلامنا بطموحنا بتعطينا الفرص يمكن ما في اي بلد ثاني بتعطيها للاشخاص الحمد لله رب العالمين هذا نعمه من الله أكيد. نعمه الامن والامان في دوله الامارات نعمه من الله سبحانه وتعالى ومن قيادتنا الرشيده الله يطول بعمرهم اكيد نعم. نحكي عنهم هلا بدنا نوجه لهم رساله شكر وشوف هاشو اي بقعه دول العالم تتمتع بهذه الخاصيه اللي هي الامن والامان تلقاها تنمو وتتطور وتزدهر اكيد ايه وطبعا احنا الحمد لله رب العالمين دوله الامارات هذه الخاصيه موجوده وهذا شجع على وش جذب الاستثمار الاجنبي صحيح. داخل اكيد الدولة. هي عباره عن ارض خصبه تستقطب الاستثمار من وين ما كان اكيد الحمد لله رب العالمين الحمد لله امن وامان عندنا الحمد لله رساله شكر كلمه شكر لشيوخنا وحكامنا بدوله الامارات شو بتحكي لهم؟ احمدهم واشكرهم احمد ربي واشكر شيوخنا على هذا الله يطول باعمارهم الله يطول اعمارهم كان رئيس الدوله ولا نائب ماله ومحمد بن زايد وحكام الامارات كلهم أكيد شكرا لهم والله يطول باعمارهم والله يديم على هالبلد امنها وامانها ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله نتمنى ذلك يعني كلمه شكر اخيره عبر برنامجنا لمين بتحب توجهها؟ طبعا الجمهور ولكم انتم مشكورين جزاكم الله خير واحنا بنتشكرك على استضافتنا هذه الحلقه واحنا بنتشكرك على هاللقاء الطيب على الكلام الرائع استاذ علي شكرا لك ولحسن استقبالك لعندنا العفو العفو كل الشكر للاستاذ علي احمد الزيودي يا مرحبا على امل اللقاء بكم مجددا ومكملين معكم من مكتب صحاري للاستشارات الهندسيه مع الاستاذ عدنان المنير بدايه الاستاذ عدنان اهلا وسهلا فيك الله يسلمك اهلا وسهلا فيك خلينا نحكي عن صحاري ونحكي عن الخدمات الموجوده داخل صحاري اليوم احنا اليوم مكتب الصحاري للاستشارات الهندسيه نحن نعد الاستشاري الاول بالدوله باماره الفجيره نحن تاسس المكتب عندنا بتاريخ 91 من 91 مارسنا الاستشارات الهندسيه تصميم المشروع سجلنا برنامج الشيخ زايد من اول الناس اللي سجلت برنامج الشيخ زايد رقم تسجيلنا بالبرنامج واحد اول استشاري على مستوى الدوله منسجل بالبرنامج بالنسبة لنا نحن بنشتغل كافة المشاريع الموجودة بإمارة دبل فجيرة وبإمارة الفجيرة.
بالنسبة لنا في لنا تعاملات كثيرة مع شخصيات من دبي. بالنسبة للمنطقة اللي احنا عنا منطقة سياحية عنا الجبال والبحر، فالناس اغلب اللي بده يساوي مثل ما بيقولوا فيلا الاستراحات وقصور عم تعمل عم نعمل الاشياء. بتركزوا على السكني اكثر من هلا بإمارة دبل فجيرة السكني يعاد بنسبة 70%، يعني طبيعة الإمارة هي إمارة سكنية. في مشاريع تجارية، في معارض، الحين المعارض مثلا الشوروم كثير شغال، الإمارة متجهة باتجاه التجاري أكثر، صار في بنايات تجارية، صار في يعني في نهضة عمرانية بدبل فجيرة ملحوظة جدا، وحتى على مستوى إمارة الفجيرة كاملة يعني صار في نهضة عمرانية خلال 3 سنوات الماضية بطريقة. انتوا كيف عم بتواجهوا هذا الشيء اللي عم بيصير؟ المواكبة بتصير احنا بالنسبة لنا بالمشاريع على حسب المشاريع الموجودة، يعني احنا مثلا الاشياء الجديدة اللي بتطلع على طول بنشوف شو احدث الطرق بالشغل، يعني بالنسبة للمعارض حاليا بنشوف انسب طريقة للتصاميم تبعها، يعني المباني الانشاءات الحديدية صارت معتمدة بالنسبة للمعارض، بنشوف شو احسن اشياء الموجودة بالسوق بالنسبة للمواد الصحية، للكهربائية، لاجهزة الانذار، المطافي حاليا، المطافي صار في تركيز شديد عليها، ناخذ ابروف من المطافي بالنسبة حتى للبلد نزودها باجهزة الانذار المعتمدة والمربوطة مع جهاز الدفاع المدني، بحيث لا قدر الله لو صار اي حريق صار شيء، يكون الدفاع المدني جاهز باسرع وقت يكون موجود بالموقع ونسيطر. شف بو سلطان راح.